ريان، 13 مليون دولار بدك تسمح لي احكي يعني. مسكتهم هيك وكبيتهم. انا؟ اكيد انت. مصاري كانت تلعب بين ايديك. لو معي 13 مليون دولار كنت اعطيتك نصهم وريحت العالم منك. كان ريحت العالم مني. ايه ريان، كبوا المصاري كلهم هيك. كان يجيك مصاري، سوري على التعبير، بالهبل. نعم بالهبل تحصل. نعم. على مصاري مع النجوميه اللي كنت تعملها. نعم. تندم اليوم انه ما ابدا؟ مبسوط كثير بس ما حتقدر ترجع. برحمه امي مبسوط انه انا الانسان اليوم ما بتعني لي المصاري، كتر خير الله، واذا اجوا بدي ارجع اصرفهم. مستحيل يرجعوا. ما بتعرف؟ مستحيل. اكيد ما بعرف، رب العالمين اكبر من كل شيء. وما رجعوا ما يرجعوا، عمرهم ما يرجعوا. مهم اكل لقمتي وما مد ايدي لحدا. بس مديت ايدك لحدا بالفتره الماضيه؟ لا، بعز ما كنت بحاجه للناس ما مديت ايدك ابدا ابدا. طيب اليوم اذا بدك ترجع اللي راح كيف بترجعه؟ الماده ما بدي رجعها. ليه؟ ما بتهمني، ما بتهمني والله. بس انا بدي منه هي. بس انا بدي 13 مليون منه دولار. مزبوط. شو اكثر قالوا لي انا؟ يا اكثر. بدي اقول لك شغله، اذا دولار. طب بس مش حرام راحوا هيك؟ اذا دولار مش حرام راحوا هيك؟ مش حرام. لا مش حرام. المصاري مش حرام. شو المصاري؟ هي الحرام يا خيي. ايه المصاري هي الحرام انا بالنسبه لي. كيف؟ بس بدي اقول لك شغله. قول. اذا كنت عامل انا دولار ايه. او عامل 50 مليون دولار ايه. عاملهم بعرق جبينه. ايه. هيدا اهم شيء. وانا ما بقول انه عاملهم بعرق جبينه، ربنا رزقني، لانه انا ما بعتبر المصاري رزقك. لكن نقمه المصاري. نقمه. وكل اللي عم نشوفه اليوم بكل هالدنيا من ورا المصاري. خلص يعني انا بزور امي كثير، بزور المدافن المرحومه امي، بزورها كثير. وبدع كل انسان بس يروح يتطلع بهي بهالمتر والمترين بس. اوكي. انه حرزان الدنيا، نقتل بعض هيدا الشيء اللي عم تحكيه بعض، ويصيروا الفنانين بدهم ياخذوا من درب بعض، والمهندس بده ياخذ. قبل هلا عن هلا جيد. اكيد لانه الحياه كبرت علمتك. ايه نضجت شو ايه. انا بس انا بعدني مثل ما انا، ما تغيرت. قبل شوي انت حضرتك قلت قويت. انه انا تغيرت. انا أكيد. ما تغيرت بس نضجت. ما هو النضج شو بيكون؟ مش تغيير؟ لا بعدني انسان طيب، بعدني كريم، وبعدني حنون، وبعدني. شو يعني هيدي اللي هيك؟ ايه هيدي انه يا خي مالكم ومالي. هيدا مش تهديد؟ يا خي اللي بده يقرب علي بده يهدده. شو لك عم بوسو بيعون يعني؟ ما قبل صارت فينا. ايه شو صار؟ ركبوا لنا المحشاية من الاخر. وهلا اللي بقرب الله يستره. بدك تشوف روني. انت حاطط قوتك بروني؟ اكيد. سندي روني. انا قال لي ليه روني؟ لانه خي. ولانه خي روني في كثير اخوه. تقلك ليش؟ في كثير اخوه. تقلك ليش؟ هي القصه منا ماديه، انه لانه عم بينتج. ايه ابدا. ومصرياته اللي راح ينتج عم بينتجهم راح يردهم. بس هيدا الزلمه اجا ايه. طلع فيه من بعيد ايه. ما حكى غيره، حكيه كتار. نفذ غيره. شو قال؟ طلع عاد كلمته رجع. طب غيره شو قال؟ غيره شروك البحر. فكتر خير الله مشان هيك يعني. طب من بعد ما اكلت المحشيه اللي عم تحكي عنها ايه. طرقوك المحشيه مثل ما بتقول انت، بس جاوبني على هيدا السؤال. اليوم انت مين؟ انا بعدني انا. لا لا، انت مين اليوم مع التغيير غير. اللي تغير بحياتك اليوم شو بيقول بغنية؟ إذا أنت ما بدك تختارها خليني أنا أختارها ونبلش نتابع الحوار. بيحسدوني لأبو وديع. يلا تفضل تفضل. كتاب حياتي يا عين ما شفت زي وقتان، الفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب.
عذاب بيحسدوني لما بضحك وبيقولولي يا بختك ناس كتير حواليك تحبك واقفة جنبك بيحسدوني من بعيد من غير ما حتى يقربوا مني يشوفوني ويشوفوا شايلين عيوني لما بضحك بيحسدوني لما بضحك وبيقولولي يا بختك ناس كتير حواليك تحبك واقفة جنبك بيحسدوني من بعيد من غير ما حتى يقربوا مني يشوفوني ويشوفوا شايلي في عيوني تشبهك هالغنية ايه تشبهك كتير بشكل سريع ايه بتشبه كل فنان حقيقي مش بس انا تشبه اللي غنيها ايه ابو وديع اكيد تحية كبيرة لابو وديع لانه ما في فنان بحس حقيقي وما تعذب حرام هلا انا عم بقلك حرام شو بترد عمين علي ليش حرام عليك شو ناقصك لا بتجنن. حرام وما على ريان لا لا ابدا لا ابدا شو ناقصني خلي اللي بيقول حرام هو حرام شو بتقول انا بقول كتر خير الله ريان اليوم بحسب الغنيه في عالم بتشوفك عم تبتسم وعم تضحك بس انت بالحياه غير هيك كليا انت اليوم في عندك حزن بداخلك اليوم منك مرتاح هلا فيك تضلك تفرج الصوره هيدي للمشاهد قد ما بدك أوكي. انا ما عندي مانع الحزن لوين واصل معك وصل خلص اوكي لوين وصل لمحلات صعبه كتير قاسية تكون وحيد تكون لحالك الناس ما فيهم الناس ما بيشوفوك من برا صح ما بيعرفوا انت شو بيفكروا هيدا فنان يعني مرتاح وعايش حياته ومش ناقصه شيء وما عنده مشاكل ولافي ان روز مثل ما بيقولوا صحيح لا ابدا ما لنا هيك القصص وصلت لأي درجة؟ وصلت للانتحار؟ لا أبداً؟ أبداً مستحيل ولا بفكر فيها حتى لا ما ليش بدي انتحر؟ لا أثناء بتكون منك يعني مش لا 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 ما وصلت لا أنا إنسان عندي إدراك كافي إنه ما وصل للانتحار وعندي إيمان كافي مين بده يحسدك؟ أنا ما بطلب من حدا يحسدني أنا بطلب منهم إذا غيرانين مني يعملوا أحسن مني لأنه الحسد بشع لكن حدا بيمرق بالظرف اللي أنت مرقت فيه وبيرجع بيصير هالقد يعني أعطيني إيدك بصير هلأ أنت فعلا أنا بعرف هيدا الشيء أنه بيطلع هيك عم ترشح زيت أنا ما عم برشح زيت جاوبني على السؤال ليه هل الدمار اللي بتوصلوا له بمرحلة من المراحل بخليكم ترجعوا توعوا أكتر للحياة مش بس الفنان الإنسان بس أنا يوم عم بحكي معك كريان أنا مش بس قطعت فنيا بصعوبات أنا حتى قطعت على الصعيد العائلي بصعوبات صحيح وهيدا أصعب شيء كان صحيح يعني هيدا نسان الفن أنا وهيدا كان السبب يمكن اللي أنا بشكر الله عليه يمكن في ناس بدها تتفاجأ بقول بشكر الله إنه أنا أمي توفت على إيدي وعم تضحك لي من هونيك ورايح ما في شيء بالدنيا بيهمني أبداً خلص ماتت راضي عني بس خلينا نروح للنقطة السوداء مع الفنان والنجم ريان ريان النقطة السوداء بحياتك بدك تتقبلها من بدي اقولها مثل ما هي فيك تحكي لي في عالم بيقولوا انه هيدا هبل انه بينضحك عليك نقطتك السوداء انك شخص بينضحك عليك جاوبني طيبتك انسى طيبتك لانه طيبتك انا واحد طيب بس اليوم انه توصل لمحل انه ينضحك على ريان بمسيرته اللي مرقت والضروب اللي اكلها هي هيدي النقطه السوداء انا شفتها
من خلال تحضيري لإلك إنه هبل بمحل معين. اليوم عصرنا بقول لك هيدا هبل شخص ينضحك عليه، وإلا أهبل. شو بدك؟ أنا قبلين كون أهبل. قبلين؟ قبلين كون أهبل وما كون شرير وما كون محتال. بس أنت اليوم راجع شرير. لا أنا بعدني طيب. إيه؟ بس إيه؟ في حد رجال قبضاي هو بيعرف ياخد لي حق. أنت بتنطر حدا يكون حدك لتصير قبضاي؟ أنا زلمة فنان. إيه؟ بغني. أنت ضعيف؟ كل إنسان ضعيف. شو؟ كل إنسان في ضعف. بس لضعيف ما بيهدد. أنا ما هددت. شو؟ أنا ما هددت. طيب مش أنا. مين؟ في سليم. مين سليم؟ شفته لسليم؟ لا ما شفته. بلا شفته. سليم؟ وينه سليم؟ اه يا حو سليم. قرب. شو بك واقف لك خايف يعني ناوي تخبطنا يعني؟ هيدا سليم. هيدا سليم خير. اليوم عم تهدد بسليم؟ شو؟ يشوفوا الناس. بس؟ ايه. عم تهددنا فيه يعني؟ لا أنا ما عم هددك. شو؟ أعوذ بالله. أنت قلت في سليم. أنت ضيفي ونور عيوني يا تمام. وكل واحد بيجي بيفوت على بيتي كضيف بحطه بعيوني، بس إذا واحد بده يجي يعربد ببيتي. يعربد؟ ايه اكيد. شو يعني عربد؟ شكرا سليم يعطيك العافية. شو يعني عربد؟ يعربد يعني يتزعرن. بدي اتزعرن. ما في يكون بقى ادمي الجوانح يعني حاططهم. اوكي طيب جاوبني. بس اليوم... انا لقلك روح خبط حدا. انا ما بخبط حدا. مش شغلتي خبط حدا، ولا بعرف خبط حدا، ولا بحب خبط حدا، ولا بحب احمل سلاح، ولا بحب انا بحياتي. بتعرف تستعمل السلاح؟ بعرف استعمله ايه، بس أوكي. ما بستعمله. طيب جاوبني على هذا السؤال اليوم. انه انت حدا بينضحك عليك؟ لا ما طيب. بينضحك علي. ما عم بحكي هلا. بس طيب ايه، ما عم بس بحكي ما هلا، عم بحكي قبل. ايه اكيد. اكيد اكيد. مازال اكيد. خلينا نروح لفقره الملف الاسود مع ريان. ريان، هيدا الملف الأسود، أنت حر تفتحه حر ما تفتحه. هلا هاي شو هاي؟ شوفه. هيدا فضيحتك. طيب. هيدا ملفك، هيديك نقطتك. نعم. ليش عم نفتح؟ بس الكاميرا أكيد فيها ما تاخدها، فيك تقراها. شفتها. شفتها؟ هيدا افتحها ولا لا؟ بتفضل لا. بتفضل لا. طيب. أنا عم سميه هبل. مع أنه هيدا طيب وبراءة. هبل ريان وصلوا لهاي؟ ايه 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 براءته. تضحكوا على ريان؟ مش حدا. ليك بالآخر أنت بحياتك. بلا هو حدا، واللي ذكرت الاسم واحد منه. لا 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 أبدا أبدا. أنا ما بفتري على إنسان. أوكي. بس هاي إذا بدك تحطها تحت خانة البراءة والهبل، إيه هيدا هبل. أنا بعتبره هيدا هبل. وكنت إذا بدك أول طلعتي وما عم بعرف بالحياة شو فيه يعني. شو بتغني؟ ما بدي أحكي فيه بقى الموضوع. شو بتسمعني؟ شو بدي أسمع؟ بدي أسمع غنية من هيديك الحقبة اللي كنا فيها. يلا. ليلة وداعك بكيت النايات، غنيت معي على حنياي، رايحة ويا جوعة الغمرة. أخسروا لفوا الزنب أشمي، ليلو كانت آخر السهرة. أديش فيها قلت يا ويلي، خد لي ليالي العمر وهات، متل ليلي بعد هالليل يا تمام. مش كلهم بيقولوا لك ياها، بس أنا مبسوط معك. يلي بحبه يا ناس طيب ما بيسأل عني، كلمة حب وإحساس سرق لي قلبي. يا ناس ما تلوموني عن غدر وما تحكوني، لو تزعل مني عيوني صرخة قلبي بتقول.
كانوا الايام دمعتي بتشهد عفراق وعيوني ما بتنام انا من دونك عمري دايب وفراقك لو تشكي لا مملوك بعرف ناطر حيران تركني بعذابي أنا من غير ما في أنا هو حبيبي أنا ما محلي لي طول أنا مش قادر انسى غيابك وانسى شهد عفراق وعيوني ما بتنام أنا من دونك عمري دايب وفراق.